يلا هلا بيكون عم بيزبط الجرافات تتسقب فوق السنتير على القد. خلصت شري اجى التاكسي؟ نعوم شو عامل؟ مسافر شو عامل؟ نعوم معقول هيك مسافر؟ ايه شري ايه؟ نعوم عم بتجن؟ معقول مسافر مزلط؟ ايه معقول، رجل اعمال مثلي يلي بيسافر بالجمعة مرتين ثلاثة ما بقى فيه يتحمل التفتيش على المطارات، شلح الجاكيت، فك الجرابات، شلح السنتور، فض جيبك، شيل الساعة، شلح صباطك وعشوي رح يشلحون ال فمن اليوم ورايح رح سافر هيك، طا اقطع كل نقاط التفتيش، وبس اوصل على باب الطيارة بلبس وبفوت. وبس تنزل تتغير طيارة. صحيح، ليكي شري خلي التيب عندك هون ما رح عوزهم، بكرة بس اوصل على الاوتيل بفتح الشنطة وبلبس منها. بدي شي شري. باي.